الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، صباحك الله بالخير. اهلا. سمو الامير تركي بن بندر بن محمد بن عبد الرحمن، نعم، الله يصبحك بالخير طال عمرك. شلونك؟ الله يحييك. هلا، عساك طيب. الله يحييك. مكتب الدكتور احمد السالم وكيل وزاره الداخليه طال عمرك. نعم يا اخوي، الدكتور يبغاك، ابغى احول عليه. ثواني طال عمرك. عطني. نعم نعم اهلا وسهلا. هلا، حياك الله. حيا الله سمو الامير، شلونك؟ الله يسلمك. الحمد لله طيب، الله يسلمك. وعسى اموركم زينه وبخير وطيب. الحمد لله بخير، الله يحفظك ويسلمك. طال عمرك في، بس الله يحفظك ويسلمك، في موضوع كلفني طول العمر اني اكلمكم فيه. الله يسلمك. موضوع الشركه STMI، الله يسلمك. ونحاول طال عمرك ان نحل هالاشكاليه، وحبيت ان نرجع لكم. الله يسلمك. فحليتوا وخلصتوا انتوا؟ انا اطلقت صراحه الناس اللي كانوا جانيين وسمحتوا لهم بالسفر، خلاص حليتوها. انتوا حليتوها بدون رجوع لحد، حتى بدون رجوع القضاء. الله يسلمك. اي بس طال عمرك الموضوع هذا، اي معليش، الموضوع هذا عشان والد سعود بن نايف دخل وشراه من ورا وخذوا اعمالنا وخذوا كل شيء، يعني صار الموضوع يخص طويل العمر. هذا غير منطقي يا اخي. طويل العمر الان عمله كوزير داخليه على عيني وراسي، كولي عهد على عيني وراسي، تدخل في ورثي، ورث البندري بنت عبد العزيز، تدخل في حقوقي، تدخل في اعتداءات ابوي. هذا ما يحق له، بس ما يحق له لا شرعا ولا غيره. هذا شيء تعدى الحدود. بس سمو الامير تركي الله يسلمك. لا بس معليش، وانا اخوك اسمع، رب الله، رب الله سبحانه وتعالى لما وهب الناس الحكم ما وهبهم عشان يطغون في خلقه ويظلمونهم، وهبهم الحكم عشان يعدلون. فالعدالة ألا تعتدي على حق أحد ولا تأخذ حق أحد. حتى وكيلي مسكين طقوه وسجنوه وأخذوا عليه تعهد، يعني هذا غير منطقي. هذا اللي يصير الآن في البلد شيء ولا 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 يصير في أيام هتلر ولا فرعون ولا غيره. بس طال عمرك ترى يمكن ان هذه مهيب من سمو لا لا منه نايف ولا لا لا سمو الامير نايف. سمو الامير نايف ما ادري من ودى له خطاب وجاب واحد من الوكلاء حقوني، لا له دخل في الموضوع ولا له دخل في الورث، وضربوه وقالوا له اكتب تعهد ومنعوه من انه ياخذ ويطالب في حقه. هو يعني ولد ناس، مو يعني ابوه امير قبيله. انتم الان بدل ما تجلسون توحدون في البلد، وبدل ما ترضون اهل البلد، وبدل ما تصلحون في البلد، تقومون تنفرون اهل البلد منكم وتخلونهم على ايش؟ وش سوى هو مسكين؟ ولا ياخذ مني راتب حتى لما طق. وبعدين هذه كلها في شنك. الامير نايف الله يسلمه ويطول عمره قد ارسل خطاب لامي في حياتها، وقد حطني مرتين على البلاك ليست، وارسل خطاب في امي قال اني انا ابغى اسوي انقلاب. والحمد لله طلع واحد من عيالهم اللي كان بيسوي انقلاب مو انا. عموما بغض النظر عن كل حاجه، الاشياء هذه اللي تنسب الان، انتم الحين تدخلون في شركه يا اخوي احمد، وانتم اعمالكم اهم في اشياء في الداخليه وفي ذا. انا استغرب استغرب استغرب، الداخليه بالضبط هي وزاره التجاره والصناعه او هل هي حكم قضائي؟ يا جماعه الخير، انتم تقولون انكم بلد قائم على دستور القران، طبقوا هالكلام. بس طال عمرك ان احيانا نعمل، طال عمرك نحاول نساعد يا سيدي. مشاكل بغض مساعده وش هي؟ الامير سلمان سجني لما طالبت في حقي من واحد اسمه الراجح. اسم زين؟ سجني وقال اكتب تنازل عن حقك وحق امك، هذه مساعده؟ هذه مساعدتكم اللي تسوونها؟ يا اخي بس خلوكم منطقيين يا جماعه الخير. عموما انا اقول لك اياها بكل امانه، كل اللي سويته الله يسلمك ما محفوظ يعني. هو الان انا رافع محاكم لاهاي، وان شاء الله سبحانه وتعالى بينصفني بحقي، وانا كل هذه عندي اوراق واثباتات بادله. لان المنطق، اسمع يا سيدي الفاضل، اسمع اخوي احمد، انا لا احب اطلع على احد، وكلمت خالي مقرن وحاولت وارسلت خطابات. انا لا ابغى لا منصب ولا مكان، ولا يهمني بقاء الحكومه او زوالها، هذا امر الله سبحانه وتعالى. انا يهمني حاجتين في الدنيا، 40 سنه والبندري بنت عبد العزيز وعيالها يضامون ويأخذ حقوقهم ويظلمون. لا والله سلبوها ولا خذوها منح ولا اعتدوا على حق احد، ولا هم الله يكرمك عيال زنوه
ولا هم سمرمد. يا أخي حنا نبي نعرف بس حاجة واحدة، هم بحاجة لشيء من عندنا يعلمونا نعطيهم، لكن ما يأخذونا غصب. بس طال عمرك أنا ودي يا سمو الأمير أنك أنت بنفسك تجي وتقع على الواقع بنفسك. أجي عشان أنسجن عشان أنهان. أقول أخوي حبيبي سم. أنا كنت هناك وانهنت، أنا لفقلي من التهم أني هرب هروين وأنا دخان ما أدخن، وأنا كنت ضابط نقيب. أنا قعد لي نايف بن عبد العزيز إلى أن خلاني أستقيل من الحكومة. لا بس طال عمرك قد ما تكون المعلومات عندك صحيحة. لا لا ما هي صحيح، أنا يمكنني كنت شغال في كوكب آخر. يا أخي أنا اللي ملفق عليه التهم. إيه بس خلك قريب منه طال عمرك. قريب من إيش؟ أنا لما رحت أشكي في مركز شرطة، رحت أشكي على واحد مركز شرطة، أنا أوقف وأهان وهذاك يطلع يتمشى. إيه بس ما تقدر طال عمرك تعالج المشاكل وأنت هناك الله يسلمك. لا بعالجها إن شاء الله. أنا شوف أخوي، أنا بأبذل جهدي وبرفع قضاياي، وأنا إن شاء الله خلاص قبلت الحمد لله، قبل اللجوء الدبلوماسي حقي الآن، وقبل ان شاء الله قضيتي في لاهاي الان، وان شاء الله بيعلن عنها ان شاء الله قريب جدا تسمعونها. ليه ما اقدر اعالجها؟ وهذا نظامكم يقول في قضاءكم واللي وقعتوا على محاكم لاهاي انه اذا لم يستطع الشخص اخذ حقه في محاكم السعوديه يستطيع اللجوء للقضاء الدولي. هذا نظامكم مو نظامي انا. ايه بس طال عمرك المحاكم في اذا بتعطيك حقك بتنصر. من يقول عندك شرع انت؟ عطني 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 شيء يثبت ان عندك شرع يا سيدي. تعال طال عمرك قدم قضيه للمحكمه. قدمت عندي وجرب الله يسلمك. عندي تسجيلات المحكمه، وعندي تسجيلات قاضي العائله يسمونه قاضي العائله، وعندي قدمت قعدت فيها. يا اخي اذا قاضي مقدم معطل اراضينا 11 سنه، ماتوا اخواني ما قدروا يبيعون فيها 11 سنه معطلها قاضي عشان احط مكتب عقار عليها على ورقه مزوره واثبت انها مزوره، ورحت للحيدان وكذب علي الحيدان 5 مرات انا وامي الله يرحمها، وعندي ما يثبت بالاوراق والثبوتيات، ورحت لرئيس المحكمه قلت له يا شيخ ما يصير هذا اللي صاير وهذا اللي صاير وهذا اللي صاير. قال لي طيب روح للشرع. قلت يا اخي انت الشرع وش تقول لي راح الشرع؟ وقلتها في التلفزيون. حكى عن ايه طال عمرك؟ قلت عندنا قضايا من 25 و30 سنه، عندنا قضيه البقره، نائب بن عبد العزيز او من يمثل اللي هو صالح كامل شكل ذيك الايام لجنه بامر الامير نايف رئيسه، وعندي الاوراق اللي تثبت رئيسها توه طالع بحكم تزوير حاطين رئيس اللجنة بأمر نائب بن عبد العزيز، والآن ما حلت مشاكل أرض البقرة في المدينة. تحكي عن إيش يا أخوي أنت أحمد؟ تحكي عن حاجة كني أنا غايب عنها الله يسلمك. أنا بقول لك طال عمرك، أنا يا سمو الأمير أتمنى أنك معنا في ذا، وأبشر بالخير الله يسلمك. أبسألك سؤال أخوي أحمد أبسألك، تضمن مكانتك عند ربي أنت؟ ما حد يضمن مكانته. أما نفس الشيء أنا ما أضمن الناس، الله سبحانه وتعالى يقول وأما إن خفتم من قوم خيانة فانبذوا إليهم على سواء فإن الله لا يحب الخائنين. أنا خنت أكثر من 40 مرة أو 50 مرة، تبيني آمنهم؟ والله ما آمن، والله ما آمن واحد فيهم، من أكبر واحد لأصغر واحد ما آمنهم يا حبيبي. إخواني ماتوا 3 مقتولين و3 مسلوبين حقوقهم مقهورين خارج المملكة، واحد منهم ما يقدر يدخل بنته للمستوصف فلوسه مأخوذة وحلاله مأخوذ، وأمي ميتة مقهورة. تبيني أعمى الناس زوجوا أبوي على واحدة فاتحة مكان دعارة في الرياض ومكان دعارة في جدة، ولا الآن أنتم كلكم عارفينه ولا تقدرون تسكونه. خلونكم خابيط أخي. إيه بس طال عمرك هذا الكلام لا تقول الواحد مثلي يعرف كل شيء. اسمع الله يطول عمرك، أنا قلتها للشيخ، كلمني الشيخ شو اسمه العراني ما أدري شو اسمه حق العائلة، قلت له يا شيخ وجودي او عدم وجودي ما له دخل في شرع الله سبحانه وتعالى. يا اخي طبقوا شرع الله، انتم ليش تخافون من شرع الله؟ طبقوا شرع الله وانتهينا. بس بوجودك طال عمرك. لا 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 وجودي ما يسوي شيء. شف احمد انا ماني غبي، انا ما احط راسي تحت رجل احد، انا اللي رونا بعلى رؤوس مره بس في رجلي. اي واحد طاغي ما احدد اسماء يرى براسه شيء اراه في اسفل رجلي. أنا الحمد لله لا أبغى أخطي على أحد ولا أبغى أذنب على أحد، لكن لن أقبل أحد يخطي علي وعلى كرامتي إطلاقا من ما يكون. وطال عمرك ما حد إن شاء الله أخطأ. لا أخطأ كرامتك محفوظة يا لا ما أبدا عندكم أقسم بالله أبدا ما تنحفظ أبدا عندكم أعوذ بالله.
ما أبدا. أقول عاد جربنا تعلمنا وجربنا عاد هناك الله يسلمك. والله الظاهر إني مؤمن ما ألدغ من جحر مرتين، واضح من أعمالكم وش صاير الله يطول عمرك في البلد. لا لأننا نحاول نساعدك الله يسلمك ونحل المشاكل. ما يحتاج، أنتم ما رجعتوني خلاص، ما أعطيتوا أمر للشرطة بإطلاقهم، الشرطة أطلقوهم وراحوا خلاص. ناس عندهم في المحاكم خيانة أمانة، وناس عندهم ذا، ومنهم مو من عندي، من أيام سعود الله يرحمه، الدعوة محفورة عليه ومطبوقة من أيام سعود. أجل هل القضية مع شركة STMI ما ودك تأخذ حقوقك منها الله يسلمك؟ والله حبيبي في حقوقي أكبر منها ضاعت الآن. STMI خذيتوها وحولتوها وسويتوا اللي تبغون طال عمرك، ما اعتاز يعني. بعدين حتى حقوقي اللي عند الناس عند ذا استلمتوها، وش انت حد يردكم؟ باقي طال عمرك حقوق الشركة اكثر من 15 مليون نبغى نستحصلها ونعطيك حقك منها. يعني المسألة الداخلية طال عمرك اجل مكتب خدمات. لا ما هو بالداخلية، الداخلية يبغى يحل المشكلة طال عمرك بس. والله العظيم أقول طال عمرك والله العظيم إني أستغرب وبس، أستغرب اللي عندكم أمور أهم من هذه كلها، وإنكم ترسلون خطابات كلها موجودة ومعنونة عندنا عموما. كل هذا على يا أخي ما كفاكم الدي اتش الاحتكار، ما كفاكم خيام محمد اللي سواها حقة الحريق حولتوها باسم التميمي، ما كفاكم مكاتب الخدمات اللي جبنا أفكار هذيك الأيام سربها العواج وعطاها الكل وعلى الهواء وعلى مزاجه والحمد لله ما نجحت. أشياء كثيرة عندنا إثباتاتها ودلتها، وبعد برضو على السيمي بعد لاحقين. الله يستر أخوي والله. ما نبغى أقول أخوي أحمد أنا أستغرب قال أبوي عبد العزيز الله يرحمه قال كلمتين لهم، قال اختاروا بين ثنتين، يا حكم يا تجارة، ما تحصل الثنتين. ولكن مع الأسف يعني حكم وتجارة وغصب، حتى العلف ما يصدر إلا بأمر فلان وفلان يأخذ منه كوميشن. يا ناس كبروا شوي الله يهديكم، كبروا شوي والله يا حبيبي. أنا تطلبوا مني حل عقب ما خلصوا يعني عقب ما عرست سكت رجليها يا أحمد. الحين أنا اللي خطب وأنا اللي عرس وأنتوا اللي تعرسون، والله مشكلة. لا أنا والله مكلم عشان أساعد. والله أخوي أحمد إني أستغرب منكم يا أخوي أحمد. أي والله عشان أساعد. أنا أعرف الأخوة إنك مثلك أن الناس أنت تبي تسوي شيء تبيض وجهك عند ربعك وذلك، أنا بعد أكذب عليك صعب. خل نفسك مكاني وأنا أخوك، ترضى اللي يصير على أمي وعلى الأشياء اللي يصير علينا، ما حد يرضاها على حد. لكن وش أقول لكم إلا حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. بس نبغاك طال عمرك بس نشوفك هالحين، نبغاك والله أنا أقول لك يا أنا شوفني وش تشوف فيني وأنا أخوك، وش تشوف نساعد طال عمرك. إنه والله ودنا نساعدك ونحل مشاكل. ما حد يقدر يساعدني. أنا بقول لك حاجة، الناس هذه لن أنت تتكلم عن ناس أعرفهم أنا تماما أكثر منك، والله أعرف حتى ما تدخل الحمام أعرف هالعالم هذا اللي عندون هم أصلا. لو يعرفون ربهم سبحانه وتعالى ما لا هي منة منهم ولا هي ضعف. حق الإنسان كان قال كلمة واحدة عبد الله بن عبد العزيز، الشرع طبقوه على ذا وذا. أصلا أبوي لا يورث لا نظاما ولا شرعا، لأنه في الدين الإسلامي، في الدين الإسلامي إذا تزوج الشخص في سورة النساء قراها، إذا تزوج الشخص على حرمته غير راضي ما يورث. وبعدين في إذا كان بينهم شرط وصية ودين، الشرط واضح حتى لو أنه أخفى الدفتر، لأن أمي عقب ما توفى أخواني الستة وأخرهم متعب قبلها بسنة جابت كتابة عدل وأعطتها خلتها أجبرتها يتنازع عن حقه بالورث لها. وش معناها؟ معناها في اتفاقية. ولكن مع الأسف التعاطف هذا والتخاذل هذا، لأنه شد لي وقطع لك، لأنه للتونسية علاقات مع التونسية اللي هناك عند الرجال الثاني وعنده وانت خلاص، ما يحتاج أوضح أحد أكثر من كذا. لا بس على والله ودنا سمو الأمير إنك ترجع ونشوفك، وإن شاء الله بتشوفني إن شاء الله، بس عقب ما تنظف إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قلت يا رب يوم طلعت وجاب الله سبحانه وتعالى هالموجة، وإن شاء الله أنها بتنظف كل هالبلد من كل الطغاة والبغاة والمستبدين والظلمة وكل من يتبع لهم إن شاء الله. ومن قاعد تحت راح مع مزبل التاريخ، ومن طلع مع موجة رب العزة والجلال اللي تغير في كل 100 سنة أو 200 سنة، والحمد لله. والأمعث في أحد ما يحاسب، وهذا ألذ ما فيها. وأنا مستانس على العناد، لأن العناد بيخليني أخذ اللي برا وأممه وبعدين ألتفت اللي جوا. اللي جوا ما يروح، يقولوا على من بيده العين، والله سبحانه وتعالى يقول لا ضرر ولا ضرر. كل شيء أنضربه، مشروع يفوتني، كل شيء هم يدفعون قيمته، لا تخاف.
والله ودنا عاد ان على ما قال هذا بلدك وهذا ولا اهلك الله يسلمك. لا بلدي 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 ما اشكك ابدا بلدي ووطني. لا اهلي لا لا امي الله يرحمها كانت تقول اهلك من كرموك وعزوك واحترموك، ووطني هو المكان اللي يرزق فيه، ولكن وطني ما يحتاج ولا الوطن مو بس ما انا ودي انهم يلغون اسمي عشان يلغون اساميهم كلها. انا جداني اثنين اللي كونوا البلد، محمد اللي حارب وركد وتنازل عبد العزيز معروفة هذه ما يبغى لها، وكتبناها وكتبناها من كتب التاريخ، والآن جالس ألف الكتاب حقيقة تأسيس الدولة وبوادر سقوطها. وهذا الكتاب تألفه الآن يسمو الأمير؟ إيه خلصته الحين بنشر إن شاء الله، وفي بعد كتاب ثاني حقائق آل سعود وكيف يربوا في بيوتهم، حكيت عن مخالط العبيد وحكيت عن كل شيء بالحذافير وش مر علينا وش ما مر علينا، وكل شيء قالوه لأمي قالتهم أمي له، وكل شيء بذكره وذا بأثباتات وأدلة وبعضها مسجلها. ايش تبي تبي أكثر؟ بس ما أقول هذا طال عمرك ما ود الواحد طبعا. والله يا طويل العمر أنا ما جيت لحد أقصاه، أنا قلت لهم يا ناس فكوني، وأنا والله العظيم آخر مكالمة سأل خالي مقرن اجتمع فيه يمكن تشوفه، وذا قال لي ترك يكلمك، قلت له الله يخليك تراني طالبك طلبة، هذا قبل يرسلون طبعا اللي يرسلوا لي قناة العالم أبوي وسلمان وسلطان عشان يطلعون 37 ثانية، وكنت متوقعها لذلك كنت مسجل المقابلة كاملة ونزلتها. عامة الأشياء هذه كلها ما راح يقدرون يسوون شيء لسبب بسيط، أنا إنسان ما أبغى الحق، لا أبغى لا مكان ولا خزبقة ولا بوسيادي ولا ركع الإنسان، أنا خلقت ما أنزل همتي إلا رب العزة والجلال، وان شاء الله محفوظ حقوقك محفوظه واضح بلدك ان شاء الله. واضح اقول اخوي احمد والله واضح واضح حقوقي محفوظه، جوازي اهم ابسط الامور جوازي، ارسلنا خطاب للان ما رد علينا، يريح حقوقك محفوظ تضحكون على مين صحيق الله. لا بس طال عمرك هين ما اقول كل اللي يستبشر بعودتك الله يسلمك. لا يستبشر بعودتي عشان الخطابات اللي يرسلونها لي ضباطكم، يا الله يكرمك يا ولد القحبه يا سربوت من جرك زي سلطان بن تركي بن نهوس، هذا لا يمثل وانا اخوك. لا لا من عندكم من عندكم امانك واهلك ابدا الله، من عندكم من الداخليه ترسل ترى على فكره، ما يمكن يعاملونك بهالاسلوب، هذه تصرفات فرديه. المهم هذا المهم من عندكم، هذا لا يقاس عليها وتعتبر الله يسلمك داخليتكم، منسوبي داخليتكم يرسلون لي خطابات ومسجله وسجلتها على فكره الحكومه الفرنسيه، ولاحقت مصدرها وعرفت من وين مصدرها. ايه لا تحسب اني انا جالس غايب انا اخوك، انا لا تنسى اني ضابط ولا تنسى ان عندي 66 دوره خارج المملكه. والله يا طويل العمر انا كلمت على اساس ان نحاول نعين ونعاون. انتوا خلصتوا انتوا طال عمرك كلمت العجم وخلصتوا انجزتوا، انتوا الحين اعطيتوا امر باطلاق صراح ذوليك وتسفيرهم وروحتهم على هواهم، خلاص ايش تبغون يعني مني؟ يعني انتوا اللي تبغونه سويتوه، واكيد انكم والله ان نعرف لك حقوق في هالشركه ونحاول نساعدك. حقوقي حقوقي تبي حقوقي النظاميه؟ سم الشركه ما هي لهم ولا تحول، حولت بطريقه مزوره، لانه لازم في نظام وزارة التجارة لازم الشركة تحول بموافقة وتوقيع المالك الأصلي أو الوكيل الأصلي، وهذه ما حولت بهالطريقة، حولت بالتزوير. لا لكن بغض النظر عن هذه لك في حقوق لك بغض النظر عن التزوير يا أحمد لحظة أحمد أنت وكيل وزارة، بغض النظر عن, 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 عن التزوير ما أدري وش أقول. لا نتكلم عن ناحيه اخرى طال عمرك الناحيه انت 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 وزاره الداخليه، انا ما اقدر اقول لك شيء ثاني، اذا تقول بغض النظر عن التزوير لا طال عمرك بغض النظر من ناحيه طال عمرك التزوير وقضايا التزوير لها جهاتها الله يسلمك وتعالج، انا اتكلم لك حقوق طال عمرك لا شركه. لما اقول لك الموضوع بنساعدك على الحصول على حقوقك. لما اقول لك الموضوع من اصله في تزوير، يعني التغيير هذا كله اللي صار في تزوير، يعني معناه مبني على باطل وما بني على باطل فهو باطل، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون في القران ذي يا احمد. لكن تزوير طال عمرك لها جهته ويعالج، بس انا اتكلم الان ما كيف يعالج عندها الشركه كيف يعالج إذا كان اللي مزورين هم الآن المالكي، والمالكين هذول هم يمتدون إلى الوزارة الداخلية، يمتدون لولد سعود بن نايف، طيب وشلون كيف تعالج؟ لا إن شاء الله ما يكون هذا بهالشكل. ما معلش كيف تعالج؟ أنا أسأل طيب، إذا كان أبوي مثلا أبوي
دور على 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 توقيع متعب، قال ان متعب في عام 2008 حضر في لندن وزور وصدقت سفارتكم السعوديه وانه تنازل بالعماره، وامي تنازلت بالعماره بعد موته بثمانية شهور وصدقتها السفاره السعوديه، وعندي الاوراق هذه كلها. هذا 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 كيف يعالج؟ ابغى افهم بس. اقول عندكم الله يسلمك فعلا حكم شرع ونظام وكل شيء منظم ما شاء الله. لا بس تعال لمن عاد وتشوف ان شاء الله مالك. ما اجي طال عمرك، ما اجي انا، ما اجي انا، انا عزيز مكرم، ولو جيت ضاع حقي وحق امي الله يرحمها. وانا ماني من النوع اللي لا يناكخ ولا ينذل كل سنتين، لاني انا اعتقد ما عاد في شيء يستاهل في الدنيا ناكخ عشانه. احبتي وماتوا والباقيين ما اعتبرهم شيء. ابوي مساكين ضعيف ينتقم من عيال عبد العزيز وال عبد العزيز بامي وبسخافته اللي هو يسويها الحمد لله رب العالمين. ولا تقول لي والله تزوج زواج عادي، لا لا، سلمان بنفسه قال لي زوجت ابوك على التونسيه، قال لي بمكتبه والكريس موجود على التونسيه وهي حامل منه. هذا كلام سلمان، واعطاها بيت وسلطان اعطاها بيت في جده عامه ما اعلن هالكلام. الثانيه خواتي، امور خواتي مساكين، الناس اللي تقاسموا مجوهرات البندري بتاع عبد العزيز سياراتها ثالث يوم في عزاها معروفه عقليتهم ذولي. وهذه في الدين الاسلامي اصلا ما عاد يورثون، لانه يعتبر استحواذ وسرقه، والسارق والمستحوذ بالقوه من الورثه يعاقب كما يعاقب السارق ولا يرث. معروفه هذه في الدين، يعني ما جبتها من عندكم، اسالوا الفقه واسالوا اهل الدين. الا ان كانكم تحرفون زي ما قال الامير نايف الله يسلمه عام 2006، من لا يؤمن بالدوله ويؤمن بعلمائه ويؤمن ذا وذا يؤمن بمن، ما ادري عاد هذا عندكم راحتكم وذا دينكم انتم حرين فيه. لا بس اقول اهم شيء طال عمرك، انا اعتقد الواحد ما يقدر يعالج مشاكله وهو بعيد عن مشاكله. لا لا اقدر، ومن قال لك اقدر؟ انت لما تجي اسمع اسمع اسمع، لما تجي تمر ببركه وتلقاها الله يكرمك كل اللي في وسطها يشخون وحايسينها، طب معهم؟ لا والله ما طب. لا هو على كل حال يعني امورنا ان شاء الله بخير. اي واضح، شوف هذا الكلام، هذا الكلام هذا الكلام واضح. حتى انتم يوم لما قلتوا امورنا بخير وذا طلعوا ذلك البرنامج مساكين وسحبتوهم وسجنتوهم، ما ادري طلعتوهم ولا خليتوهم للحين. بس طال عمرك، اقول طال عمرك ما حد يطعن في ترى القضاء واستقلاليه. انا اطعن، انا اطعن اطعن، وعندي الاثباتات والادله وقلتها وكتبتها وما رد علي احد. انا اطعن القضاء لما يطلع القضاء في العالم، القضاء يمشي بماذا؟ مو شرع الله؟ سم. طيب لماذا لما عندنا يقول حسب الامر الملكي يطبق الامر القضائي الفلاني اللي خلق عبد الله؟ الله ولا عبد الله اللي خلق الله؟ المفروض حسب الامر الشرعي صدر الامر الملكي، المفروض هذه انتبهوا لها. اي بس طال عمرك ما تقول لي ايه، بس انت تحكي لي عن الدين، انا اعرف الدين، أعرف الدين إن الله سبحانه وتعالى هو ربي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما صدقنا محمد لا يوم قالوا ما انطقوا عن الهوى لما هو وحي نوحى. أقول طال عمرك أن تصير هالجزئيات لما تكون معنا فيها نستطيع نأخذ ونعطي، بس بالتلفون طال عمرك ما نقدر. لا أنا أقدر أرسلها لك مكتوبة إذا حبيت. الله يسلمك. أنا والله حريص عليك الله يسلمك. لا تخاف أخوي أحمد، أمي ميتة لها 4 سنين وأنا أذيت من أكثر من 20 سنة، واشكرك على حرصك اللي ما جاء الا بعد 20 سنة، ولكن طال عمرك ما اظن احد حريص علي ابدا. ما والله انا 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 مؤمن معي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما قلت له يا رب الا سبحانه. انا ابدا يوم سجنوني قلت يا رب جعل من سجني يجيه البلاء، والحمد لله طاح، والحمد لله اذكر ربي، والله اجعل قبار من ظلمني ما يرفع ظهره. لكن ان شاء الله انك ما انت ان شاء الله انك ما انت لا لا انظلمت واخذت حقوقي علنا وانهانت كرامتي والى اخره، وكل هذه ابغاها شرعا، ابغاها شرعا وبطبقها شرعا. عمرك انت الله يسلمك تعال وراح تطبق دوليا وابشرك قريب. اي وشرع الله يسلمك فاتح ابوابه الله يسلمك. هذا الشرع الحقيقي عندكم لا يوجد شرع، اسمح لي. إذا صلاة الاستسقاء لازم أمر ملكي، أي شرع ذا؟ أي دين ذا؟ أي بس يا سمو الأمير طال عمرك أنا بسألك سؤال، إذا رئيس القضاء عندكم كان الحدا والحدان يكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم يعمل كل شيء إلا الكذب، شرع كذا؟ إي بس الله يسلمك، حتى الآن تكلمت عن الحدان، والحدان ليس رئيس مجلس القضاء. رجع الحين حطيته في كهية كبار العلماء، يعني أكبر شوي. ف
لكن انا والله ودي الان طبعا تعرف المجلس القضاء الاعلى حل محله المحكمه العليا الله يسلمك. اي محكمه اي انا بسالك في شيء فوق الملك ما في يا طول العمر؟ لا تقول لي ولاه الامر ولاه الامر ولاه الامر اسمعني ولاه الامر يا سيدي الفاضل الذي لا يعتدي على مال الغير. الملك نفسه ما اخذ ارضين من امي ولا عوضنا عليها وحطها اول شيء منتزه بعدين حطها باسمه. سمو الامير الشرع طال عمرك فوق الجميع والله فوق الجميع الله يسلمك. ما شفنا هذه طال عمرك ما شفناها ابدا ولا طبقت. عاد طال عمرك تعال وتشوف على ارض الواقع. اجي عقب 48 سنه اهانه وما اخذ حقي وما في شرع يطبق تبغاني اصدق اخوي احمد اللي بس مجرد وكيل وزاره مع احترامي لك يعني يقال له قل وافعل ما بيدك شيء يا احمد يا حبيبي انت زيك زي العرين اللي كلمني قبل امس. لا طلع ثقني ما اتصلت بك والله يعلم الله ان نتكلم عن حقوق لك موجوده يا اخي ما راح حقوقي شوف حقوقي ارزاق من الله سبحانه وتعالى واذا الله رايد هالحقوق ترجع لي بترجع لي لا بارادتك ولا باراده غيرك غصب علي وعليك. صحيح اسمعني جيتي او عدم جيتي ما تفيدكم الا بحاجتين الا تذلوني ولا تسكتوني وهذا الثنتين ما تحصل. الله يسلمك. على كل حال انا بكون على يعني ان شاء الله على تواصل مع سموكم الله يسلمك. معليش بس انت لا تسالني عن شيء قد حليته وخلصت وانا اخوك. لا بس هذا في لا نتكلم عن انا اعتبر حليته لما اتخذته في اجراء دون الرجوع لي خلاص حليته. لا انا اتكلم عن جزئيه اخرى في فلوس طال عمرك هذا اللي هم اساس المشكله هم اللي انتم فرجتوا عنهم خليتهم يروحون هم اساس المشكله. انتم زي اللي جبتوا خذيتوا اداه الجريمه هربتوها تقولون تعال عشان نحل الباقي. ايه لكن الفلوس اللي لك طال عمرك وموجوده مالي انا لي اكثر من كذا المسروق من هذه من السيمي والماخوذ من ورانا فوق ال 360 مليون ريال غير القضايا اللي مع رامكو فوق ال 100 مليون دولار وغيرها نفس السيمي وحنا اللي ماخذين هذيك الايام وهذه لم تسترد ولم تحصلون عليه. لا انت عشان ترفع قضيه على رامكو لازم موافقه الملك والملك ما جالس يوافق ما وافق علينا الا عقب ما ماتت امي بسنه. وعشان نرجع نرفع لديوان المظالم يقول لك احيانا ميخصات تروح المحكمه يقول ميخصات ترجع لديوان المظالم يعني لعب اضحك وتعالي روح تعالي زي قضيتنا اللي مع الشربتلي وبخش اللي لها 35 سنة اللي زوروا 16 مليون متر مربع وباعوها هم وحليم رحباني وأبوي والعمودي ومجموعة وبعضها مبني عليها أسواق وإلى آخره وذا كلها مثبتة الأوراق ومثبتة حتى المبيعات ومثبتة كلها عندي على فكرة. وأنا رحت وجلست في كتابة عدل من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 1 في الليل لين طلعت كل المزور وكل الأوراق وكل شيء وحتى اعترف الشربات اللي بخش اللي ماتوا اعترفوا حتى خالد الفيصل بنوا له قصر وعطوا إياه هدية في أرض أمي في جدة. لا عندكم وكل ما جت عند قاضي وخلاص بيحكم فيها رجع ارسل الرياض قالوا للرياض نعم كل هذه ما هي بكذا وكاله حليم واذا رد للامير رجع غير القاضي وتعال قاضي و35 سنه احنا تعالوا رح هو على كل حال طبعا ما هنا افضل من قربك الله يسلمك. اي ما عليه قربي انا حبيبي قدمت على الجنسيه الفرنسيه ان شاء الله بصير في البرلمان الفرنسي ان شاء الله وراح اسعى الى ان احل في حقوق إنسان حقيقية صادرة بالقرآن والشرع للمساواة وكسر حواجز هذه الحصانات اللي موجودة إن شاء الله ومحاسبة الكل راح أسعالها بقوة. أقول بلد بلدك ولا هل أهلك الله لا 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 مو بأهلي أهلي النظيفين منهم إن شاء الله أما كلهم لا أما الفاسدين واللي يأخذون حقوق الناس ويطغون فيهم لا والله مو بأهلي الله أمني براء منهم. أما في بلد بيحتضنك أو في راعيك لا أبدا من قال لك لا والله صادقت المسلمين وما شفت منهم خير وصادقت اليهود والنصارى ولقيت منهم على الأقل المصداقية وعدم الذلة لا والله إلا 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 مثل ما قال السيد قطب لقد ذهبت إلى بلاد الكفر ووجدت أخلاق الإسلام وآتيت إلى بلاد الإسلام ولم أجد أخلاق الإسلام ولم أجد مسلمين.
أو على كل حال على ما قال للحديث بقية يا طول العمر. خير إن شاء الله خير. وأي خدمة طال عمرك إن جاهزين بس حاولت. إن الله أقول الله يكفيني خيركم وشركم فكوني من شركم. إن شاء الله إن شاء الله مو بدك منك الخير يا طول العمر. أخوي أحمد أخوي أحمد والله ما بدك شيء يا حبيبي من قالوا لك اذبح أنت اذبحها ما بدك شيء حبيبي. لا والله لا إن شاء الله بس إن شاء الله إن توجه نحو الحمد لله بلد خير وهالخير. واضح التوجه طبعا واضح ما حد يشك في التوجه شايفين احنا بعيوننا البطالة زادت والجرائم زادت وكل شيء زاد ما ابدا التوجه صحيح معك حق. لا بس انت تعال طال عمرك وشوف الواقع بدل ما الواحد انا كني اقول اقسم بالله العلي العظيم اذا ما تعرف اعرف ترى كل الضباط اللي واقفين ورا نايف ورا سلمان ورا سلطان ورا العالم دي كلهم انا مدربهم ودفعتي. وترى لازم تعرف حاجة انا البلد اعرفه من الجيزان الى الخفجي. انا دخلت البيوت ولعبت مع الناس انا غسلت الصحون واكلت بقايا اكل الناس في دوراتي انا ما حد اعطاني فلوس. امي الله يرحمها كانت تقول هذا يقهرني يقعد عندي اعطي الناس بالمئات الملايين واقول له تبي شيء وادري ما في جيب شيء يقول لا بطعم ما انك مبسوطة يغبني ما يقول لي اعطني وانا ما تعودت اللي ما يعطي يقول اعطني ما اعطيه. يا حبيبي انا ترى ما مديت يدي لحد ولا راح مديت يدي لحد واعرف البلد زين اعرف متى ذا يدخل حمامه واعرف ذا كيف حكى واعرف المستشار ذا واعرف ذا وش كان واعرف كلش. إذا ما تعرف هذا الكلام عني اسأل الطبيشي ترى الطبيشي كان سكرتير سعود وكنت أعطيه 150 ريال و200 ريال ووليد بن طلال وذولي كانوا يجون عند سعود وكنت أنا أشرهم ترى أعرفهم أعرف الناس دي كلها وأنا أخوك من طقطق إلى سلام عليكم وأعرف إيش يقولون عني وأعرف إيش يحكون عني وأعرف كيف يلفقون الكلام وأعرف قالوا عندي بصام في الشخصية وقالوا إني شاذ وقالوا كل شيء وأعرف كل حاجة. شوف أنا ما يغباني شيء لما تقول تعال عندي أنا أعرف حتى اللي يصير في الأقسام من مشاكل والله يكرمك بلاوي وإلى آخره. لا تنسى اني انا مخالطي غير وطريقتي غير واسلوبي غير وعقليتي غير. والله يا طول عمر زي يعني انا والله والله اني اعرف اشياء يا احمد انك ما تعرف. ابي اقول نبغى نساعدك والله العظيم اني اعرف اشياء عندك في الداخلية انك ما تعرفها عندك الان جنبك شكلها. وعلى كل حال انا ان احتجت طال عمرك اي شيء فانا موجود الله لا يحوجني غير رب العزة والجلال. شكرا اخوي احمد ما قصر واشكرك على هالمكالمة الطيبة لكن ان شاء الله الله لا يحوجني لحد. انما هو كافيني ما جاء كافيني ما جاكم ما جاني منكم من الداخل ابدا ما هو بجايك منا الا والله كل خير. انت ما تمثل الداخلية كاملة انت ما جاك مني شيء ولا جاني منك شيء. الله و و و وان شاء الله اللي بيجيك ان شاء الله بيجيك منك الخير ان شاء الله ان شاء الله. والله يا حبيبي لا ابغى لا خيركم ولا شركم فكوني بس. لا ان شاء الله ان شاء الله فكوني لا ان شاء الله. اسوي مثل عبد العزيز بندر يقول لي تعال عشان تحله ونحكي والامر وانا موصم من الملك عبد الله. قلت يا عبد العزيز انا بسالك سؤال لو دخلت عليك في بيتك الان وحطيت ركبتي في بطنك وقضبت حلقك بيدي واقول لك لا تطقع ولا تصرخ وش بتقول؟ تقول وخ يا اخي. طيب طبعا هذه اللي اقوله واخو يا اخي والله نجبه. لا ابدا الله يسلمك الله يسلمك على ما قال هذا بلدك وهذول ابد هي بلدي ما في شك ولا هي بلدي ما في شك. شوف لكنها ما هي بالاسماء بلدي ولا هي بالشخصيات بلدي واصل الحمد لله خدمتها ما خذيت ولا سرقت ولا ظلمت ولا اكلت حق احد وكل اللي فيها يحبوني لاني ما والحمد لله حتى حقة العالم لما ارسلوها عشان يشوهون صورتي عند السنة مع الشيعة بالعكس صار الشيعة يحبوني في كل مكان وهذه نعمة بدال السنة صار الشيعة بعد والله يحبب الناس فينا. شكرا الله يوفقك ان شاء الله وترجع لنا بالسلامة يا طيب. ابد ان شاء الله ارجع قبل ما تنظف البلد ان شاء الله من كل الفاسدين فيها. ان شاء الله بلدك ان شاء الله نظيفة ان شاء الله. انا ما قلتها انا الملك ما شكل هيئة لمكافحة الفساد معناه في فساد. انا ما جبتها من عندي الملك اللي قاله انت لازم تقول لي ان اللي قلته هذا الملك اللي قاله اذا الملك يكذب ما ادري طال عمرك الفساد موجود في كل مكان في العالم. ما خلاص انا ايش قلت؟ طيب انا قلت الله ينظف الفاسدين تقول بلدك ما فيها فساد انت هذا اللي تقول. لا ما اقول ما فيها اقول ما فيها شيء انك الله يسلمك. يعني ما تغلبني احمد ما تغلبني عارف انا الكلام كله ما تغلبني انا عارف شلون ادخل المداخل واطلع منها لا تخاف. لا الله يوفقك ان شاء الله ان شاء الله ننتظر عودتك بالسلامة ان شاء الله ان شاء الله بعد زوال الغمة عن الامة. ابدا وعدني اقول لك يا طول عمر. شكرا يا اخوي احمد شكرا على الشغرة. شكرا الله يحفظك يا سلام مع السلامة. هلا هلا.